أهلا بكم إلى جولة لأبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية من القدس دوت كوم. البداية من صحيفة القدس: يهيد بالرصاص الإسرائيلي الحي في الأمعري وآخران من غزة متأثرين بجراحهما خلال العدوان. أحمد يوسف: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار ربما يوم 25 الجاري. إضراب شامل في السجون الإسرائيلية حدادا على الشهيد الجعبري. قراقع: طالبنا بلجنة تحقيق دولية في استشهاد المعتقلين. إسرائيل تستبق الأمم المتحدة وتفتح تحقيقا في قصف مدرسة بغزة. ارتفاع عدد المستوطنين خلال 20 عاما بنسبة 240%. أما الحياة الجديدة فكتبت: رصاصة احتلالية تحرم عيسى القطري زفة العريس. الجامعة العربية تبدأ حراكا موسعا في الأمم المتحدة لدعم خطة الرئيس. نقاشات في الأمم المتحدة لإصدار قرار دولي حول وقف النار في غزة. إسرائيل تزيل جسرا خشبيا يتيح لغير المسلمين الوصول إلى باحة الأقصى. أستاذ جامعي أمريكي يطالب بوظيفة حرم منها بسبب تغريداته عن غزة. ونطالع من صحيفة الأيام: استشهاد شاب برصاص جنود الاحتلال في مواجهات أعقبت اقتحام مخيم الأمعري. الاتحاد الأوروبي يحذر من تدهور جديد في غزة ويحدد شروطا للمشاركة في الإعمار. أبو مرزوق يتوقع استئناف المفاوضات حول ما بعد اتفاق وقف القتال الأسبوع القادم بالقاهرة. غزة: حركة حماس تصرف غدا راتب نصف شهر لموظفي الحكومة السابقة. نتحول إلى الصحافة العربية ونقرأ من الشرق الأوسط السعودية: واشنطن، خادم الحرمين وأوباما اتفقا على دعم المعارضة السورية المعتدلة لدحر داعش. صنعاء: الحوثيون يهددون بتصعيد جديد وسكان يرحلون إلى القرى والمحافظات الأخرى. كاميرون يتوسل إلى الإسكتلنديين لعدم الانفصال عن المملكة المتحدة. ننهي جولتنا من الحياة اللندنية: أوباما يعلن الحرب على داعش في ذكرى 11 من أيلول. استنفار شامل في صنعاء والحوثيون يطوقون قوات الاحتياط. واشنطن تدعم العبادي في إعادة بناء الجيش العراقي. لغز يحيط باغتيال جميع قادة أحرار الشام في سوريا. ختام أقوال الصحف نترككم الآن مع رسوم الكاريكاتيرية. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.